حاجة خالص، نتائج سيئة. ليفربول بيواصل التخبط على الصعيد المحلي، النهارده بيسقط قدام ايفرتون، وايفرتون لو تعلمون يعني المنافسات والمواجهات ما بينه وبين بعض دي بتبقى نار، لو في جمهور كنت تشوف الدنيا عاملة ازاي. الهدفين ريتشاردسون وسيجارتسون في الدقايق 3 والدقيقة 83، ده الانتصار الأول لإيفرتون على ملعب الأنفيلد من سنة كام بقى يا سيدي الفاضل؟ من سنة 1999، عشان تعرف قد ايه المواجهات ديت كانت قوية جدا. يعني فكرة ان ايفرتون الغريم التقليدي الجار اللدود يروح يلعب ليفربول ويكسبه على ارضه في الانفيلد، انت لو في جمهور كنت هتلاقي النهارده الملعب نار نار. من سنة 99 دي ما حصلتش. ليفربول بيواصل التخبط، والحقيقه ان النتائج دي كلها برضه تدي لك مؤشر هتروح عند حته معينه ليها علاقه بانه طب ايه؟ هل فعلا الراجل مؤثر قوي للدرجه دي؟ هل غياب المدافعين عنه والصفقات الجديده ما حققتش اي انجاز؟ ما حققتش اي شيء يوقف الفريق على رجله؟ النهارده تحس انه ليفربول لا حول له ولا قوه، وايفرتون شرس جدا جدا في التعامل. كارلو طبعا انشيلوتي واحد من المدربين الكبار، الناس استغربت ليه كارلو انشيلوتي يروح ايفرتون، واضح ان هو مشروع واحد، واضح ان هو عايز يعمل فرقه قويه، بادينا شايفين بالاساليب ولقاء النهارده كمان تحديدا قد ايه. الحقيقه النهارده الناس وهي بتتكلم على صوره الراجل فان دايك وهو قاعد في الملعب، قد ايه الراجل ده لما سقط معاه ليفربول، اكيد في عوامل تانية، مش ده مش عامل وحيد، في تفاصيل تانية. تعالوا نشوف مع